بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 6، نشوف المقطع 10. نشوف هنا لامينار فلوين تيوبس، نشوف فيه constant surface heat flux constant surface temperature. هذه هي المعادلة. آخر معادلة شفناها كانت بالنسبة للبروفايل تبع temperature، لكن لاحظ كان فيها الفيلوستي هنا، والفيلوستي متغيرة بالنسبة للآر. إذن الفيلوستي هذه قيمة لديناها قبل في مقطع قبل هذا، والدي تي نفس الشيء. دي تي لما يكون عندنا سيرفيس هيت فلكس، قلنا انه هذه معادلتها شفناها قبل. نروح نعوض عن دي تي بقيمتها هنا والفي بقيمتها، يعطينا هذه المعادلة. نروح نسوي تكامل ثنائي لهذه المعادلة يعطينا لكن فيها C1 وC2 لازم نجدهم. كيف نجدهم؟ نجدهم عن طريق الباوندري كونديشن. التمبريتشر تكون ماكسيموم أو مينيموم في السنتر تبع التيوب، اللي هو لما يكون الار تساوي صفر، وتكون قيمتها هي الكيو اس لأنها ثابتة على الوول لما يكون الار تساوي كابيتال ار اللي هو الريجاس تبع التيوب. إذن مباشرة صارت عندنا قيمة اللي هو temperature profile temperature، صارت عندنا معادلتها المباشرة هنا. يعني عرفنا C1 و C2 وعدنا ترتيب هذه المعادلة. هلا ودنا نعرف ايش؟ ودنا نعرف temperature هذا T mean قديش قيمتها. لاحظ هذه المعادلة شفناها في أول مقطع من هذا الشابتر، كامل من الصفر إلى R. الفي معروفة، الفيلوستي هذه هي شفناها قبل، والتمبرتشر هذه معادلتها من كامل من الصفر إلى R يعطينا هذه المعادلة. هلا ودي أخذ إيش؟ تي اس ماينس تي ام. تي اس ماينس تي ام صارت تساوي كم؟ بدل ما كانت تنسال صارت عندي 11 على 24 كيو ار على كي. ودنا ناخذ هيت فلكس، ايش يساوي؟ يساوي كيو دوت يساوي الاتش تي اس ماينس تي ام، لكن تي اس ماينس تي ام هذه قيمتها. نجيبها هنا في الطرف الثاني علشان نجيب قيمة الاتش. قيمة الاتش ايش تساوي؟ تساوي الكيو دوت على ايش؟ على تي اس ماينس تي ام. تي اس ماينس تي ام قيمتها هي 11 على 24 كيو اس. لاحظ انها اختفت، بقت عندنا بس 24 على 11 كي على ار، اللي هي عوضنا عن الار بالدي. طبعا جينا 2 ار دي اللي هي 2 ار، وبالتالي يساوي 4.36 كي على دي. اذا في حاله لما يكون عندنا السيركلر تيوب والكيو دوت تكون ثابته عند الولز، وطبعا احنا في حاله اللامينار دائما النيسلت نمبر يساوي 4.36. ليش؟ لأنه النيسلت أصلا يجيب الدي للطرف الثاني والكي قسم عليها تلقى إيش؟ تلقى النيسلت. إذن النيسلت هنا في حالة السيركلر تيوب وحالة الهيت فلكس تكون ثابتة، النيسلت نمبر يكون ثابت. إذن لا ما عنده أي علاقة بالبرانتل ولا بالرينولدز نمبر. لما تأخذ كونستانت سيرفيس تمبريتشر تسوي تقريبا نفس الشيء، نفس الاناليزيس نسويها، فتجيك انه النيسلت نمبر كمان ثابتة وتساوي 3.66، لا لها علاقة ب لا رينولدز ولا اي شيء اخر. لكن لاحظ انه الكي الثيرمال كوندكتيفيتي فور كي فور يوز اللي هي نحتاجها هنا في النيسلت نمبر، هذه ناخذها ايش؟ عند البلك مين فلو تمبرتشر. For laminar flow, the effect of surface roughness on the friction factor and heat transfer coefficient is negligible. ناخذ في حالات أخرى، يعني النيسلت نمبر and friction factor for fully developed laminar for tubes and various cross section. لما يكون عندنا هذه شفناها، شفنا أن النيسلت في حالة تي اس كونستانت يكون 3.66، لما يكون كيو دوت ثابت يكون 4. فريكشن فاكتور يساوي 64 قسمة الرينولدز، يعني مستقل عن الرينولد، مستقل عن أي شيء آخر له علاقة بس بالرينولدز. بالنسبة لما يكون ريكتانجل
هنا يعتمد على النسبة ما بين الـ A والـ B. إذا كانت مثلاً 4 فتكون النيسلت هنا 4.44، لما تكون TS constant، لما يكون QS constant تكون 5.36، وتتغير العلاقة كمان بالنسبة للفريكشن فاكتور. في كمان جيومتري ثانية، مثلاً اللي في حالة تريانجل إيش نقيس؟ نقيس بس هذه الزاوية، مثلاً إذا كانت هذه الزاوية 30 فبتكون النيسلت كم؟ لما تكون TS constant تكون 2.66، يكون 2.91 لما يكون QS constant. إذن في عندنا عدة أنواع جيومتري، هذه في التابلز تجيبها منها مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.